بقول لك على المشهد مو موجود هني، مو موجود. تذكرين مشهد الثلاجة اللي حطاك فيه القفاص اللي مثل داخله؟ يعني 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 شوف القفاص، انا ما ادري مخه وين بيروح، يعني مخرج كبير واستاذ، بس احنا كلنا نحبه طبعا استاذ، ويدري لا رؤية يعني، وهو اقدم منه في المجال اكيد. لكن لما يا حطاك بثلاجة الموتى، يمك موتى صجين، انت شلون قدرتي؟ اي والله. وطبعا انت صرعتي، انت متي صج داخل، بس انا بس بعرف اعطيني الحدود. اول ما بلغوش تعال الصبح جهزي نفسك انت ميتة، صار معك نورة ترى هاي هم بعد انا بالنسبة لي ترى جرأة، صح. يحتاج جرأة انه واحدة تدخل مشرحة فيها يمكن 30 فاطمة. 40 ثلاجة، أي. يعني رهبة رهبة رهبة. شوفي بداية العمل اول ما استلمت النص قريت المشهد على طول، كلمت المنتج كان باسم عبد الامير، فقلت له يا استاذ في هالمشهد شلون راح تنفذونه؟ هل مشرحة حقيقية؟ قال لي لا بيكون ديكور. حلو. اوكي. قلت له اوكي تمام. عندنا مشاهد احنا في المستشفى، المشاهد العادية يعني من المسلسل. شوي طلع لي مساعد المخرج اللي قال حق الماكير يلا جهزوها ميك اب الميتة والمطقوقة. اوف. صار فيك فاطمة شلون تستقبلتي الخبر هذا؟ انا مو مستوعبة، قلت لهم لا هاي اصلا مو موجود في الاوردر، وبعدين قالوا لي ان ديكور مو هني. ايه؟ قالوا لي والله هذا اللي عندنا يلا الحين جهزي. كان معاي الفنان الله يذكره بالخير يعقوب عبد الله. اي شالك. انا قاعد اطالع يعقوب بقول له يعقوب من صدقهم بيسوون المشهد هني في المشرحة الصجية؟ ايه؟ قال لي انا ما ادري يعني مثلك انا توني الحين داري بالخبر. المهم سوينا الميك اب وكل شيء، اعطوني بعد الملحف الابيض. ايه؟ واحنا نمشي بالممر مكتوب مشرحه غسيل موتى. اي اي كافي النكته. انا قاعده اطالع وانفاسي بسرعه بسرعه واحس انه خلاص ريجي ينشف. اقول حق يعقوب ما اقدر ريلي ترجف ما اقدر اخاف. ما يعني ما قد دخلت مشرحه. وهو ساكت. وصلنا لي عند الباب كان احمد السلمان وبس. انت وصلت عند الباب وجهك صار اصفر، وجهك صار اصفر وانت عند الباب. قالوا لي قمت ترجفين وجهك اصفر اغمى علي اغمى علي. ايه؟ خلاص طحت ما اقدر اقول حق المخرج اقول له اخاف وانا قاعده ابكي. تقول لي لا انت قويه وتقدرين يلا انت تحبين الاكشن زين. المفروض استغل الفرصه هذه لو اغمى عليك. المهم اغمى علي وشالوني بالسرير وحطوني في الثلاجه طلعوا. انت مسوعبه نورة ايش قالت؟ اي حطوها في الثلاجه يعني صوروا المشهد. مو على بالك انها طاحت انصرعت قبل الدش لما صوروها، لا حطاها القفاص. القفاص يقول شيء ما يصير قفاص. مو بس كذي عبد الله حطها في الثلاجه وصورها. ما 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 يبيع برد هذاك، ما يبيع برد. مو بس كذي بعد عندك ايضا مواقف ثانيه او شخصيه ثانيه محترق وجهك، يعني اهم هذا شيء احنا كحريم ما يمكن ما نقدر يعني نتقبله وممكن ياثر علينا، فشلون قدرتي تلبسين هذا القناع الخاص وما حسيتي بخنقه او شيء؟ هذا بالنسبه للمسلسل عامل جمر نفس الشيء، يعني يمكن بعد من الادوار الجريئه في الشكل، ان هي اولا يعني احترق شعرها كامل مع تشوه في الوجه والتشوه حتى في ايدها في ريلها، يعني حتى حركتها هم تغيرت. نورة تخيل ان اول يوم رحت كان مفروض حق تست الميك اب، كان طاقم الميك اب يسالوني انت تخافين؟ فانا يعني مو فاهمه ليش يسالني تخافين، انه هو مجرد ميك اب. قلت له لا ما اخاف. انا ما كنت فاهمه انه راح ياخذ قالب، والقالب راح يتم عليه تقريبا يمكن 6 ساعات اللي هو فكرة. نفس الجبيره كامله يسكرونها على الوي مع الرقبه. اوكي. يحطون لك عود بس في فتحات الانف ان تتنفسين منها. أوكي. وتخيلي انت طول هالساعات بس ما تتكلمين وما تدرين اذا في احد حولك ولا لا. اوكي. يعني بالله نسوني وانا مغطيه كامل بالجبس. شي بطلع. وسويتيها فاطمه وقدرتي؟ شنو كان شعورك؟ سويتها الى كان ضروري يعني يبون ياخذون قالب حق مشاهد الحرق. يعني شغله تخص الميك اب فاضطريت ان اسويها يعني برافو عليك. ما شاء الله برافو عليك.